بكم إلى موجز أخبار الآن. أعلن الجيش العراقي في بيان له بدء معركة تحرير الحويجة من احتلال داعش الإرهابي جنوب غربي مدينة كركوك، بعد أن كان قد قتل أهم قادة تنظيم داعش في قضاء عانة غربي محافظة الأنبار، بينما أدى قصف لقوات التحالف الدولي في القضاء إلى تدمير 3 سيارات مفخخة بالتزامن مع تزايد الاشتباكات. أعلن وزير الخارجية السعودي عادل جبير أن حل الأزمة القطرية سيكون خليجياً، وأنه يجب على قطر الالتزام بمبدأ مكافحة الإرهاب، وأكد أن على قطر وقف خطاب الكراهية والتحريض والتدخل في شؤون الدول. انتقد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد آل خليفة الخطاب الذي أدلى به أمير قطر في الأمم المتحدة الذي لم يأتي فيه بجديد، لكنه أوضح أن دول محاربة الإرهاب تطمح أن تكون قطر إلى جانبها في هذا الشأن، وقال إن مسألة 100 يوم من الأزمة مع قطر هي جزء من وضع صبرنا عليه طويلا، مؤكدا أن خطاب الرئيس الأمريكي الذي تحدث فيه عن محاربة الإرهاب هو عمود رئيسي لموقفنا من دولة قطر. ضرب الإعصار ماريا بورتريكو ليكون أقوى عاصفة تضرب الأراضي الأمريكية في نحو 90 عام، حيث حول الشوارع إلى أنهار مليئة بالحطام ودمر المباني وقطع الكهرباء، بعد أن قتل ما لا يقل عن 9 أشخاص في منطقة الكاريبي. وكان ماريا، وهو ثاني إعصار كبير يمر بالكاريبي هذا الشهر، محملا برياح سرعتها القصوى 250 كيلومترا في الساعة وتصاحبه أمطار غزيرة، عندما وصل إلى اليابسة قرب يابوكوا جنوب شرق الجزيرة التي يسكنها 3,400,000 شخص. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الأنهار فاضت على ضفافها وأسقطت الرياح الأشجار ودمرت منازل ومبان، بما في ذلك عدة مستشفيات. شغل اسم محمد مرتبة 8 ضمن قائمة أكثر الأسماء شعبية بين مواليد العام الماضي في إنجلترا وويلز. جاء ذلك في تقرير لصحيفة ديلي ميل أشارت فيه إلى أنه تم إطلاق اسم محمد على 3,908 مواليد أبصر النور العام الماضي في إنجلترا وويلز. وأضافت الصحيفة أن اسم أوليفر جاء في المرتبة الأولى لهذه القائمة، إذ أطلق هذا الاسم على أكثر من 6,600 مولود. إلى اللقاء. نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على اليوتيوب. ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب، وإن أعجبكم ذلك لا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك.